ترحب مملكه البحرين بدعوه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز ال سعود عاهل المملكه العربيه السعوديه حفظه الله لعقد قمتين طارئتين لقاده دول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه ولقاده الدول العربيه بمكه المكرمه وتثمن مملكه البحرين عاليا هذه الدعوه من خادم الحرمين الشريفين مؤكده دعمها التام لكافه الخطوات التي تتخذها المملكه العربيه السعوديه الشقيقه وتضامنها الدائم مع ما تبذله من جهود مضنيه وما تقوم به من مساع حثيثه لاجل الحفاظ على امن واستقرار المنطقه وتعزيز المصالح العربيه. وتشدد مملكه البحرين على ان الدعوه الحكيمه من خادم الحرمين الشريفين تؤكد الدور الريادي للمملكه العربيه السعوديه في قياده العمل العربي المشترك والحرص على تعزيز قدرته على تجاوز الظروف البالغه الدقه التي تمر بها منطقه الخليج العربي من خلال التشاور والتنسيق المشترك بين دول مجلس التعاون والدول العربيه للتوصل الى موقف جماعي موحد يضمن لدول المنطقه وشعوبها الامن والاستقرار واستمرار التنميه والتقدم ويسهم في الحفاظ على الامن والسلم الدوليين